متتابعي قناة ميريبيلا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كوكيز كيجي رائع، كيعجب الوليدات الصغار بزاف وكيجي معلك. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نحتاجو 100 غرام سكر سنيدة، 60 غرام زبدة ديال العبار، زبدة حيوانية ما نستعملوش، ماشي الماغارين وماشي زبدة ديال البواط، جوج بيضات، 200 غرام شوكولاتة أسود تكون نسبة الكاكاو ديالو طالعة، 60 غرام ديال لي بيبي دو شوكولا حبيبات الشوكولات، واحد فاني، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى البيكن باودر، قبيصة ديال الملح، 200 غرام ديال دقيق فورس، ولتزيين غنحتاجو حبيبات الشوكولا ولي سويتيز. ندوزو دابا للطريقة. في باسين غنعملو جوج بيضات، غنزيدو عليهم قريصة ديال الملح والفاني، وسنيدة. غنضربهم بالباتور حتى يضاعف لينا الحجم ديالهم. بالنسبه للزبده انا ديجا ذوبتها، غنديرها في حمام مريم، غنزيد عليها الشوكولات، الشوكولات الاسود، وغنديرها في حمام مريم حتى يذوب لينا. الخليط ديال الزبده والشوكولات ملي كيذوب لينا كنخليوه حتى كيبرد، عاد باش كنضيفوه على الخليط الاول، ضروري ما يبرد، ما كنضيفوش هو سخون. كنبقاو نخلطوه حتى كينسجم لينا الخليط ديال الشوكولات مع البيض. كان هاد الخليط كي كيولي عندنا خميرة الحلوى كنضيفوها على الدقيق وكنزيدوها عليه. هذا الشكل ها كيجي جاري شويه، غنزيدو عليه لي بيبي دو شوكولا، غنخلطوهم مزيان، غنغطيو الخليط وغندخلوه للثلاجة من 15 حتى 20 دقيقة حتى يشد لينا راسو، عاد باش غنبداو نشكلوه. ملي كنخرجوه من الثلاجة ملي كدوز ربع ساعة كيتجمع لينا، لحقاش الزبدة اللي فيه كتجمع، وكنبداو نشكلو ديك الساعات كويرات. انا كنستعمل هادي ديال الكلاص باش كتعطيني نفس العبار، اللي ما عندوش يمكن يستعملها كويرات بيديه. كنشكلهم على هذا الشكل، اللي بغى يديرهم كويرات يديرهم، انا كنفضل نديرهم هكا عشوائيين باش كيجي المنظر ديالهم زوين، ما كنبغيش نكورهم. وخليو بيناتهم شويه لي سباس لحقاش فيهم الخماره، يعني كيتنفخوا وكيسيحوا لينا مع الزبده. ندير لي بيبي دو شوكولا حتى هما، اللي بغى يدير الشوفان يديرو حتى هو كيجي زوين في التزيين، اللي بغى يخليهم عاديين بلا والو يخليهم. كيس ديالنا ها ملي كنساليو ديكوراسيون ديالو كيجي على هذا الشكل،
كندخلو الفران تيكون مسخن من قبل، كنشعل ليه لتحت مسخن من قبل على درجة حرارة 180. في الطياب ديالو كياخد ليا ما بين 12-15 دقيقة. هذا الشكل ديال الكوكيز ملي كنخرجوه من الفران كنخليوه حتى كيبرد مزيان عاد باش كنحيدوه من الطاوة، ما كنحيدوش هو سخون باش ما يتهرش لينا. الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالنا هو هذا. انا ديما الكوكيز كنديرو عشوائي، ما كنديروش داير، كيجي على هذا الشكل. هو كيجي من الداخل معلك، ما كيجيش بحال كوكيز عادي قاصح، كيجي معلك وكيعجب الوليدات الصغار بزاف وحتى الناس كبار. يمكن اليوم شربوا معايا شي كويز ديال القهوه، هو راه كيجي رائع. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب باش توصلوا بالجديد ديال القناه ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.